وهن من البداية يعني مشوا على مبدأ أنه أنا ابنهم. تحول يوم الأحد ليوم الجمعة، يعني يوم الأحد صار مثل يوم الجمعة بالشام، وقت كنت أجتمع مع أهلي، نفطر مع أهلي، بتغدى مع أهلي، فصاروا هن عائلتي هون موجودة بألمانيا، صار يوم الأحد في نفس التقاليد اللي كنت أعملها مع عائلتي. وقت يلي بيضطر اللاجئين والمهاجرين لترك بلدانهم، بيتركوا أسرهم وثقافتهم يلي كانت مصدر تنشئتهم، بينعكس الترحيب الكبير من السكان المحليين بوطنهم الجديد بشكل كبير كمان على رغبتهم وقدرتهم على الشعور بالانتماء. وكان يعني حابب أنه يقول لحدا أهلا وسهلا ببيتي واعتبره بيتك، أنه وحتى خصوصي إذا شخص جاي من بلد يعني فيه أزمة مثل سوريا. يعني تجربة العيشة مع عالم إنجليز من هالبلد خلتني حتى بعد ما أنا استقلت وفتت على الجامعة صرت حب استأجر أنا غرفة مع عالم من أهل هالبلد، وهيك أنا عن جد بحس أنه أنا جزء من هالبلد وعم بحتك بهالبلد. خلال فترة إقامتي مع هذه العائلة تعاملت كأني ابن لهذه العيلة، ما تعاملت كشخص غريب أو لاجئ أو مجرد شخص مستأجر. صراحة ساعتها حسيت أني بنتمي لهالعيلة، حسيت بمسؤولية تجاهها وتجاه بناتها وحتى أحفادها. بالوقت يلي بيشعر فيها المهاجرين واللاجئين الجداد بلطف وحسن نية العائلات يلي تآلفت معهم بالمدن، هالشي بيعزز من قدرتهم على بناء بيت جديد بهاي المدن.